ومسحسح على بكري دوب ما تقوم النوم. ننصحك بحاجة برك، ابدأ صباحك بقهوة برافا شيكوري كل يوم. برافا شيكوري قهوة تحضر فيسا تذوب فيسا للعائلة الكل، فيها 20% قهوة و 80% شيكوري وفوائد صحية كبيرة برشا من ريحتها تنجم تعشق بنتها. برافا شيكوري بنة القهوة ومنفعة الشيكوري، خاطرها تنظف البدن تنقص من الكوليسترول وتسهل التبيعة وتعاون زاد الصغار على التركيز أكثر في القسم، وما فيهاش برشا كافيين، وخاصة ننصحوا بها العباد إيبر توندو واللي تقلقهم القهوة في النوم. جربوا برافا شيكوري ما تندموش، ننصحوا بها الناس اللي عندهم مشكلة صباح باش يصحصح وباش يقوم بكري ويبدأ عينيه محلولة نقولوا احنا ويصحصح مليح. برافا شيكوري من ريحتها تنجم تعشق بنتها. نعود بعد الفاصل بوكس نيوز وأكثر الأخبار اللي حكيوا عليهم ونبروا عليهم التوانسة في الـ 24 ساعة الأخيرة. كانك تلميذ تعلب ولا تخدم وتحب تتعرف على المنح اللي توفرهم سفارة أمريكا للتوانسة باش يطوروا من قدراتهم الأكاديمية والمهنية، تبعنا نهار الأحد 8 نوفمبر من 10 متاع الصباح في برنامج أوبن داي اللي باش يتبث لايف على فيسبوك متاع يو اس امباسي تونس و اي اف ام. برنامج أوبن داي هو يوم مفتوح نظمه السفارة الأمريكية في تونس باش تحكي لكم على أكثر من 20 فرصة ممولة بالكامل يستنفعوا منها أكثر من 250 تونسي وتونسية كل عام. ما تفلتوش الفرصة وكونوا معنا نهار الأحد 8 نوفمبر. مرحبا بكم، معكم ليلي، نجيكم كل صباح مع العشرة درجين من الاثنين للجمعة، تاخذ برشا تفائل برشا أمل برشا حب باش نعديو بيها نهار على أحلى راديو راديو إي إف إم. باش تصبح فايق للدنيا ومصحصحة على بكري دوب ما تقوم النوم، لازمك تبدا صباحك بقهوة برافا شيكوري كل يوم. برافا شيكوري قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان للعائلة الكل، فيها 20% قهوة و 80% شيكوري وفوائد صحية كثيرة، ومن ريحتها تنجم تعشق بنتها. برافا بنة القهوة ومنفعة الشيكوري. إذا تحب توصل لازمك تعرف تقرر، تمن تحط الساس، والأهم تشوف بنظرة جديدة. إذا تحب توصل في الويرتي عندك أكثر من ثنية، إيكول بوليتكنيك، إيكول دو دروا، بزنس سكول، وليكول دارشيتكتور اي بريباراتوار. مهما تكون ثنيتك مع لونيفرسيتي ويرتي توصل. لمزيد من الإرشادات 71 90 28 11 ولا ulte-tunisie.com. ميركادو.تي إن هو السيت الجديد اللي فيه كل ما يهم المرأة العائلة وحتى قضية الدار زيدة، ويربحك قضية توصل ل 500 دينار. ما عليكم كان تدخلوا تقيدوا في سيت ميركادو.تي إن وبعدها تختار الباني نتاعك، كوم سي باش تشري قضية ما تفوتش 500 دينار من غير ما تعدي الكوموند كنت تحب، وهكا تدخل في التيراج سوغ وممكن تكون أنت من الرابحين معانا. باش تزيدوا تعرفوا أكثر تفاصيل ما عليكم كان تتبعوا رف ماج كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 حتى للتسعة ونص متاع الصباح. ميركادو.تي إن أضمن شريعة على الويب. شبيك اليوم قلتلي صحة الحجامة؟ يا أخي كل يوم هو مرة برق نقولوها صحة الحجامة. أو يا غورديليس كل يوم يقولنا يعطيك صحة. على خاطر بالحق يا غورديليس يعطينا الصحة كل يوم، كل يوم يعطينا كمية من الكالسيوم والبروتيين والفيتامينات اللازمين للتوازن الغذائي متاعنا، البدن يولي قوي يقاوم كل شيء. يا غورديليس يعطيك الصحة. معرض الموبيليا بحدائق المنزه، صالونات، بيوت نوم للكبار والصغار وكل ما يأثث الدار. فوار دو موبل 2020، ذوقوا فيانا وموبيليا مزيانة من 6 ل 15 نوفمبر بمعرض حدائق المنزه. زور المعرض وتمتع بأفضل المدارات والتسهيلات والأسعار. بوكاو في البلار أحسن أفار، أرخص المكتوب وأحسن للبيئة. هز شقف جيب شقف واسمع تقربع. بوكاو في البلار أحسن أفار. في مونوبري أحسن خبر 2500 برومو كل شهر. خبر اليوم حتى 15 نوفمبر الكويت أوني إن بلاس 21 دينار و 900 في عوض 35 دينار و 900. مونوبري ديما معك. راف ماج البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. البوكس نيوز صندوق الأخبار تتسويت بساوت السندريلا. بوكس نيوز
مرحبا. نتفكروا كحكينا على المرأة الحامل اللي توفيت على خاطر ما لقاتش طبيب توليد في مستشفى قفصة. البارح وزير الصحة في تدخل إذاعي لي مع حسن الهمالي أحكي على الحادثة هذه وهذه كانت إجابته. يوقع حتى تسخير الأطباء العاملين في القطاع الخاص وفي الحادثة هذه بالذات تم تسخير طبيب طبيبة للتأمين الاستمرارية اللي ما تحقتش بالمكان العمل، لذلك ثم قضية جارية في المحاكم في الموضوع هذا. أغلب التعليقات كانت تدين الطبيبة اللي هي تعمل في القطاع الخاص ورفضت أنها تكون موجودة في مستشفى قفصة، وكتبوا مهنة الطب هي مهنة نبيلة وإنسانية بالأساس، كيفاش تنجم اليوم ترقد ومرتاحة وضميرها مرتاح وفما امرأة ماتت بسببها، وفما اللي قال الوزير يتحمل المسؤولية الكاملة كي هو سمع الطبيبة رفضت أنها تكون موجودة في المستشفى، علاش ما بعثش طبيب آخر أو طبيبة أخرى. فما تعليق آخر يقول والله فضيحة الدولة بامتياز، اليوم قاعدين نلحلحوا بأطبائنا اللي احنا قريناهم واللي احنا كوناهم باش يخدموا في سبيطارات موجودة في الجهات. ونوفى بالتعليق هذا ما عادش تلوموا على الأطباء، كل الظروف غير ملائمة انك تخدم بالمرتاح في مستشفى، دونك هذاك علاش قاعدين بالواحد بالواحد يخرجوا من البلاد. تعليق مراد، هو راهو ديما في المصايب كيف من هكا، خاطر مرأة تموت معناها نتصور اليوم لوعت زوجها لوعت ابنائها لوعت عائلتها، دونك ردوا بالنا ما نصدروش احكام قبل ما نفهموا الوضعيه. علاش في مستشفى في قفصه ما فماش مختصه ومختصه في التوليد؟ هذا يقعد السؤال الاول. الثاني التسخير، ونتكلم تحت غطاء سونيا، التسخير راهو قانون، تسخير معناها تبعث تليجرام، وما هل أنه الطبيبة هذه اللي كان مش يطبقوا عليها القانون بشد الحبس بكل وضوح، خاطر كان فما هو أمر متاع تسخير، كيفش تسمى نسيت كيفش التسخير حسير الورقة متاع التسخير، كان ما تطبقوش هناك عقوبة جنائية قد يكون لها أعذار، معنى ما نرميوش رواحنا نون بلو، ولكن الوضع على العموم إذا كان في ولاية كبيرة كما قفصة نوصلوا وأنه ما فماش طبة فما إشكال كبير. طبعا زادة باش نكونوا واضحين، باش ما نظلموش الطبة، لا هالمرأة اللي باش تصير تتبعات ضدها ولا الطبة في قفصة، راهو أنه مرأة تموت تتوفى معناها جراء الحمل تصير، ماهيش أول مرة لا في تونس لا في العالم، مش خاطر ما فماش كبير هذا ما خرج، هذا الخبر اللي خرج أنا أقول بالتحفظ معناها، ولكن يدل مرة أخرى وما كناش نستناو في هذا باش نقولوه، وأن وضعية الصحة العمومية اليوم هشة جدا جدا جدا. هو تو ممكن نرجعوا لها غدوة، وزير الصحة اللي سمعته يتكلم اليوم قال باش نجيب لي زانستيزيست من فرنسا و3000 كلمناهم باش يجيو، وكل شكونهم اللي باش يجيو؟ شكون قال لك انت فما توانسة باش ياخذوا ناس سباتيك باش يروحوا؟ وشنو واجب الوطن وشنو الموتيفاسيون قد يحب والتونسي ولا التونسية اللي ما في فرنسا ولا في المانيا يا اخي بالكش ما عندوش عائلة وما عندوش. وفي الوزارة حتى لا نتهم الوزير، في الوزارة ما انت عندك مسؤولين جهويين، مسؤولين جهويين، وقت اللي انت طلب تسخير السيدة الطبيبة هذه قد يكون عندها عذر وقد تكون تهربت وما حبش تجي تخدم ولا مصرهاش التليجرام، نمشيو في كل الفرضيات اي، ما هي يلزمها ترد معناها، وانت بعد ساعه اثنين ثلاثه اربعه خمسه لاحظت انه ما فماش طبيب، ما فما معلومات يلزمها تتعدى من السبيطار للمسؤول الجهوي اللي كذا، اي كي هي مثلا مرضت ولا هي رفضت ولا هي امتنعت ولا هي عنده عذر شرعي غير شرعي، ما نعرفش عليه، نقعدوا احنا بلاش طبيبه، نقعدوا بلاش طبيب توليد في المستشفى، تموت امراه تحت ولادها خاطر مش لاقيه شكون يولدها، هذا المش مقبول. بالضبط مانيش مصدق لو انه للبارح في الليل للبارح في الليل الطبيب اللي اعطاه شيك باش يشري ثلاثة أسرة متاع إنعاش للحظة ذي قاعدين يعملوا له في كوليكت وصلوا ل 40 ولا 45 مليون وهو مرهون في 180 مليون. للبارح في الليل السيد الطبيب هذايا حاطة التيرا على ملكه للبيع. هذه الدولة تحبوا نحترموها؟ تقول لي أنت وين المدير وين وزير الصحة وين رئيس الحكومة غير قادر بتصحيح اليوم ترجع له ال 180 وال 190 مليون نتاعو؟ بعثوا لي ميساج قالوا يبدو أنه فما شكون كيلكو بار عطاه تصريح ولا هبط ستاتيو قال رانا تو باش ندخلوا كذا. الوزير الوزير تكلم في إكسبريس يبدو. قداش عندنا احنا ملي حكينا عليه؟ عادي أنه دولة تقعد جمعة ولا 10 أيام باش ترجع للسيد ما حكي عطاه شيك تتدخل ب 24 ساعة، ما سمعش المشيشي ما حلش فيسبوك، وزير الصحة ما عندوش شكون يعاود له الكلام، رئيس الجمهورية. دولة معناها تعمل كل شيء باش ما عادش نحترموها. سونيا احنا وقتها قلنا اللي من غير العادي انه لحل المشاكل نرتكب جريمة اللي هي جريمة اصدار شيك بدون رصيد، نحب ولا نكره. اليوم احنا قدام واقع
الواقع أنه الطبيب هذا اللي الناس كل تحكي على حاجات تتعلق به، يعني صراحة شنو اللي تنجم تقول؟ تنجم كانت حيه، كانت حيه لأنه يظل يجند حياته ونسى اللي عنده حياة شخصية ونسى اللي عنده عائلة وعايش في السبيطار ويعطي شيك بيتو الرصيد باش يحل المشاكل اللي الدولة غير قادرة على حلها. اليوم احنا ولو أنه صار جريمة إصدار شيك بدون رصيد واحنا ما نجموش نثمنوها على خاطر فما زاد المستفيد من الشيك شنو ذنبه، الدولة يلزمها تتدخل. ما صرفهمش على روحه، ما صرفهمش على هو ما صرفهمش على روحه، هو لعب دور الدولة في حل مشاكل لازم تتحل وقتها. ما نجموش نقعدوا نستناو لابيل دوفر وقانون الصفقات العمومية وبر عليك حتى نجيك بالعام وبالقداش باش نعرفوا انا هو احسن سوم. اليوم واجب الدولة اني تتدخل لانقاذ هذا الطبيب، على خاطر اذا ما تعرف الشكرى وفما 192 اليوم ما تعرف بالخطايا قداش يولي. ولهذا اليوم من واجب الدولة أن تتدخل. نقعد بيت شنية التركيبة النفسية، شنية التركيبة متاع المسؤولين اللي تخليهم يسمعوا أخبار كين هذا، تحكي في كل التلفاز والإذاعات أسبوع ولا عشر أيام من غير حتى ردة فعل. يبدو أنه البارح في الليل ولا اليوم دخلت الوزارة على الخط وباش تكفل. مانيش مصدق أنه نحطوا الوقت هذا الكل باش نفض مشكلة 190 مليون بسيلون، معنا بسيلون بالنسبة للدولة صفر تفش حتى شيء. نقعدوا عشر أيام باش نفض المشكلة ذي لين السيد الطبيب يخرج ويتكلم ويولي يستجدي في الناس والناس تعمل في كوليكت وهو حتى التيران تاعو للبيع وتحبوا الناس هذوما تحل المشاكل الاقتصادية وتعمل ثورة في البلاد. الدولة زادة تقول لك باش تولي سابقة، باش تولي سابقة توا كل واحد ناقص حاجة في مؤسسة من المؤسسات باش يعطي شيك ونجوا يظهر لي زادة فما الإشكال هذا. مش برشا كيما الطب هذا اللي قمر بحياته ويقمر بالشيك نتاعو والناس كلها اختراسي وضربها منطقي. كان باش نشري في السكانير للدولة ونشري في الفروشات كل مناصب نمشي للأخبار وخرنا عليها. سأل سيد وزير الصحة أنه اليوم يقول راني عملت تسخير والطبيبه ما جاتش، وانت شنو عملت؟ وانت شنو عملت الناس هذوما اليوم؟ سهل باش انه اليوم نقولوا راه عملنا تسخير. انا نعتقد انه الطب عندهم الانسانيه انه اليوم وقت اللي يلقاو حاله كيما هكايا بالتسخير ولا من غير التسخير ينجم يمشي ينقذ مريض ولا امراه باش تولد، وخاصه امراه باش تولد وهي امراه تعرف شنو معناتها الولاده وتعرف شنو هي الصعوبات نتاعها. ما نعرفش عليك اني متزوجه ولا مش متزوج، لكن اللي حبيت نفهمه الدوله وين في هذا الكل؟ انت شنو اعطيتها؟ ما اعطيتهم حتى شيء، زعم كان هاوك انت غلطت انا بعث لك تسخير وانت ما طبقتوش. اتصلتوا بها زعما بالتليفون فما غاديك شكون مسؤول في السبيطار هذاك ينجم يكون اوني جونس يجيب يعيط لها. المسؤولين يكتفيوا بالتشخيص وبسرد المشاكل. هاو شنو صار؟ طبيبه ما جاتش، ما عندناش درا شنو، اين الحلول؟ لا حلول تطرح من مسؤولي تونس اليوم في 2020. الاخبار سلمى هلال وبعد اخبار الكره مع حمزه المغيبي نرجعوا لكم بعد شويه للرحمه. اي ام اكسبريس. مرحبا بالاستماع للوزير السابق محمد عبو من القطب القضائي المالي والاقتصادي في القضية اللي كانت قدم بها بخصوص مصادر تمويل حركة النهضة. وزير الشؤون المحلية والبيئة يأذن فتح تحقيق إداري في ملف توريد نفايات من إيطاليا. رئيس الحكومة يقول إنه الوضعية صعبة أما ما وصلناش لمرحلة الإفلاس والحلول موجودة. المرشح الديمقراطي للرئاسيات الأمريكية جو بايدن يقول في كلمة الأنصار إنه متفائل وواثق من الفوز في الانتخابات هذه. ودونالد ترامب يقول إنه مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول سرقة ملايين الأصوات منه. موعدنا يجدد في أخبار التسعة، مكملين بعد شوية مع الراف مان. EFM Sport مع حمزة المغيربي. 8:35 دقيقة صباح النور، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية من EFM Sport. نحكيه على بلاغ الجامعة اللي هبط البارح واللي كذبت فيه مجال في تدوين عضو مجلس النواب ياسين العياري اللي قال انه فرقة مكافحة التهريب الجبهي قامت بمداهمة الجامعة التونسية لكرة القدم. الجامعة كذبت البلاغ هذا ولا قال خلينا نقولوا التدوينة هذه، وكتبت في وقت تحتاج فيه بلادنا الى تضافر المجهودات في كل القطاعات. تجد الجامعة التونسية لكرة القدم نفسها من جديد مجبرة على الرد على الادعاءات الكاذبة التي يقف خلفها اشخاص اختصوا في توجيه التهم الكيدية الى الجامعة ثم امتهنوا نشر الإشاعات. وفي هذا الإطار تؤكد الجامعة أن الخبر المتعلق بمداهمة فرقة مكافحة التهرب الجبائي لمقر الجامعة اليوم في علاقة بعقد مع أحد المستشارين عارٍ من الصحة، وأن الهدف
منه بث الإشاعة هو مواصلة حملة التشويه التي تقوم بها هذه الأطراف منذ فترة خدمة لأجندة معلومة، وتستنكر الجامعة هذا التصرف التصرفات المتكررة حيث عمدت هذه الأطراف في وقت سابق تكذيب خبر ورود مراسم الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص استقلالية عمل الجامعة والعقوبات التي تنتج عن دعم عن عدم عفوا احترام هذا المبدأ الأساسي، وحيث استدعت من الأكاذيب السابقة تدخل لإنارة الرأي العام عبر تقديم الأدلة والبراهين القاطعة. فإننا ندعو مروجي هذه الأخبار إلى التحلي بروح المسؤولية وأن يراعوا المصلحة الوطنية العليا، خاصة باعتبار أن كرة قدم تونسية مقبلة على عديد الاستحقاقات الدولية الهامة، منها زوز مقابلات الرسمية لمنتخب الأكابر لحساب تصفيات كأس أفريقيا أو المواعيد الأخرى التي تنتظر منتخبي الأواسط والأصغر، دون نسيان مختلف الالتزامات الوطنية المحلية. وإذ نشكر الجميع على التفاهم، فإننا ندعوهم إلى عدم الانسياق مع الأمواج الجديدة من الإشاعات والتي تحركها أطراف معلومة ولأسباب لم تعد خفية. هذا حرفيا شنو أصدر في بلاغ الجامعة. لكن ياسيل عياري بعد بلاغ عمل تدوينة أكد فيها اللي قاله صحيح، وكتب راهو كيف تهبط عليك فرقة من غير ما يكلموك قبل ويطلبوا ملفات ووثائق. قال هذه يسميوها مداهمة، وباش نقولوا كلمة باش ما نقولوش كلمة أخرى نقولوا زدم عليكم. بيان طويل عريض لم فيه الصحفيين وطلب من تثبت في أي حاجة يقولوها، وقال معناتها نخليكم تثبتوا نحبكم تثبتوا وتنقلوا المعلومة صحيحة، خطر أمل وعمل ما تغلطش الناس، وكل كلمة نقولوها نحبوا الناس تثبت منها. رانا ماناش الجامعة باش نحبوكم تكتفيوا بصحيح سواديع وتصدقوا. هذا زاد الرد اللي جاء في تدوين لياسين العياري. هيثم جويني ثالث لاعب تونسي يمضي لفريق المقاولون العرب المصري لمدة موسم واحد، فريق بشارك فيه الموسم القادم بشارك في كاس الكاف. تفاصيل الاتفاق ناخذوها من عند مدير الكرة في النادي المصري محمد عادل في تصريحه الأيمن زروق. مظبوط الكلام ده، والإجراءات احنا بعتل له التأشيرة عشان يجي مصر إن شاء الله، تم الكلام معاه عشان نحدد الخطوط النهائية في هذا الموضوع. بس أنا أحب أوضح للسادة المستمعين في تونس أن نادي المقاولين العرب ده ثالث نادي في مصر حصولا على البطولات، واخد 8 بطولات ومن ضمنهم 3 في أفريقيا. السنة دي الحمد لله وصلنا هنلعب في الكونفدرالية. نادي طلع محمد صلاح وطلع النني، طلع لاعبين كبار جدا. نادي متواجد في أفريقيا من الثمانينات والسبعينات وله صيت كبير جدا جدا في أفريقيا. نادي كبير، الأخوة التوانسة اللعيبة اللي عندنا، عندنا كابتن سيف الجزيري، عندنا كابتن انضمنا السنة دي حسين. دونك ثلاثة ملاعبية، سيف الجزيري، زاد الجويني، ووسيم النغموشي في المقاولون العرب. عمر جمال تعرض البارح لإصابة على مستوى العين في مباراة فريق نادي الساحل السعودي كونتر نادي جدة. الإصابة استوجبت نقله للمستشفى في سيارة إسعاف، وحالته انطمنوا المستمعين الكل حالته مستقرة والحمد لله. في العالم أهم النتائج البارح في مقابلات الشامبيونز ليج، لوكوموتيف موسكو البارح تعادت مع أتلتيكو مدريد 1-1، شختار انهزمت مع بوروسيا منشن جلادباخ 6-0، ريد بول انهزمت مع البايرن 6-2، ريال مدريد أول انتصار كونتر الإنتر 3-2 في دور المجموعات، مان سيتي فاز على أولمبياكوس 3-0، بورتو فاز على مارسي 3-0، ميتيلاند الدنماركي انهزم مع أياكس 2-1، وأتلانتا انهزمت مع ليفربول 5-0. شكورة كيف اليوم في الشامبيونز ليج، زوز مقابلات 7 غير دراج، زينيت سان بيترسبورغ تلعب مع لازيو، اسطنبول بشاك شهير تلعب مع المان يونايتد 9، إشبيليا تلعب مع كريستودار الروسي، تشيلسي تلعب مع رين، بارسا، دينامو كييف، زادا كلوب بروج تلعب مع بروسيا دورتموند، ولايبزيج تلعب مع البي اس جي. كانت هذه اف ام سبور، اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت efm.in. نشرتنا جايه مساعتين تو، خليكم مع رفيق بوشناق وبقيتي كي رثمك. اللي يوعد يوفي. في ام جي رخصنا في 1000 منتوج، وعلى خاطركم رديناهم 1200 من قضية كل يوم اللي تلقاهم عنا على طول العام بأرخص الأسوان من غير ما تلوش. كان تلقى مخير احنا نرجعوا لك الفرق، مش مرة ومش اثنين اما 3 مرات. ام جي، عص حاجة عندك كل يوم، فعل مش كلام. صح الحجامة يا أخي، كل يوم هو مرة برق نقولوها صح الحجامة. أو يا غورديليس كل يوم يقولنا يعطيك صحة، على خاطر بالحق يا غورديليس يعطينا الصحة كله، كل يوم يعطينا كمية من الكالسيوم والبروتيين والفيتامينات اللازمين للتوازن الغذائي متاعنا، البدن يولي قوي يقاوم كل شيء. يا غورديليس يعطيك الصحة.
جيون 15 سنة في خدمة التوانسة. المرة هذه باش نحتفلوا مع بعضنا بكل محبة ومسؤولية بالكازيام انيفرسير، لانيفرسير ريسبونسابل اللي خدينا فيه التدابير اللازمة باش نحميوكم. مالا ما تنساوش باش تجيو بحذانا وتشاركوا كل يوم بالكارت فيد وتكونوا من 1500 الرابح. مرحبا بكم في جيون، تونس سيتي، أزيور سيتي وبورغومول جربة. جيون ايام دلل نجمو تسمعوا راف ماغ من كامل أنحاء العالم على EFM.tn. علي راف ماغ البوكس نيوز مكمل مع السندر لمواصلين بالأخبار. يلا، البارح حكينا على برنامج صفي قلبك وحكينا على قرار الهيكا وين حذرتهم من حلقة من الحلقات اللي كانت تعرضت مسة المرأة. اليوم نحكي لكم على برنامج في أم تونيزيا اللي هو بلا قناع، وين قرر مجلس الهيئة العليا المستقل للاتصال السمعي والبصري لايكا تسليط خطية مالية بقيمة 20,000 دينار على القناة، وطلبوا منهم انهم يفسخوا كل الحلقات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي لكم على برنامج بلا قناع وين قالوا انه فما مس من حريات وكرامة الانسان، وقالوا زادة انهم حتى الاطفال معناها مسلموش من البرنامج هذية، ذاك علاش قرروا انهم يوقفوا البرنامج. التفاعل كان مختلف من عند توينسا بين اللي كان معاه وبين اللي كان ضد. قال على اساس باش يحيروا هما تيلبس قناع ويولي برنامج قناع ويخدم على روحه كأنه لا كان ولا صار، واللي كتب نعم هو احسن برنامج يكشف المستور ويزيح الستارة عن الفضائح والفساد متاع الدولة، وفما اللي قال احسن قرار في العالم هذا البرنامج يطيح في قدر المواطنين ويشوه في صورة تونس والتوينسا، واللي كتب جو في الحين كان في البرامج هذه اللي تسأل في الشعب واللي قاعدة توصل في أصوات الشعب برمشي وأحكيه مع القنوات الأخرى، ونوفا بتعليق سامباتيك تعرفوا اللي البرنامج هذا خرج برشا مواهب صعدة منهم أكثر من الزهي من غادي وغيره، قالوا ساعة برنامج كمان هذا خرج برشا مواهب علاش تحرمونا من ضحكة عالمية. الحق معناتها يعمل دي فيديو على الانترنت ليه ويتعدى في البث التلفزيوني حتى على مواقع على السيت قالك على مواقع التواصل الاجتماعي شوف يعمل على شيء يوتيوب نتاعو يهبط موضوع اخر مش تابع لهيكا، ولكن بثوا على قناه ام تونيزيا. مش اول مره تصير مشكله مع برنامج بلا قناع، ورغم اللي يكشف ساعات ويصور حاجات نحكيوا عليهم من هنا ويكون من الظواهر اللي ننقدوها وغيره كذا، لانه التجاوزات للامانه كانت موجوده في اكثر من حلقه. يبقى هل كان هذا القرار الاسلم اليوم بيجي توقف برنامج؟ هو ديما صعيب راه دور الهيئة التعديلية، وحتى احنا موقفنا ديما صعيب لانه ديما مع حرية، المبدأ هو انه تكون حرية تعبير وبلا قناع من معناها من الريبريك ومن الحاجة جديدة في المشهد التونسي اللي تبعوه التوانسة ورا حاجات باهين. لكن صحيح انا بدي فهم حاجات بصراحة قلقوني، نوتامون كل ما عنده علاقة بالطفولة، ما تحب ولا تكره، وان كنت باش توري الواقع وان كنت اللي تحب ما تنجمش انت تجي توري طفل صغير عمره 14 سنه فرحانا ويتكيف، ما تنجمش خاطر كانك تشجعه من الاخر ماهوش في اطار تحقيق صحفي تعطي البور والكونتر. هذيك هي المعادله الصعيبه، ودور الهيئه التعديليه عمره ما يكون سهل لانه تظهر كاني قمعة الحريات. نعرف في حقيقه يزمك تشوف انت كمراد صغيري باش تحكي في الظاهره هذه من غدوه وتقولنا كيفاش ما عادش خلي ولاد عمره 14 سنه يحكي. هناك خيط رفيع ما بين توري الحقيقه وما بين توريها بطريقه اللي كانك تشجع فيها، هو حتى حد ما عنده الوصفه السحريه راهو في العصا تتشد من الوسط في التعامل الصحفي ماهوش سهل. ولكن اعتبر ان الهيئه في دورها لانه زاد فما ساعات صارت مشاهد ساعات صادمه. نرمين اسفر يلا، نرمين اسفر اللي اختاروها ضمن قائمه الفنانين والشخصيات الشابه الاكثر تاثيرا في افريقيا عام 2020، وكتبت انا نمثل بلادي في تونس وفي العالم العربي، فما كان انا واللاعب المصري محمد صلاح. التعليقات كانت بين اللي فرح لها وقالها الف تريليون مليون يا فنانه، حسيتو كانه كومنتير زياد مكي عرف طريقه هو. فما اللي قال توا ما عادش نقولوا الله على اخلاقك يا صلاح، الله على اخلاقك يا نرمين. فما اللي يسأله قال بالله باش مؤثره فاش اثرت هانندبهم هزلت، واللي كتب نرمين مؤثره ويزيو بلا كذبه على رواحكم، والدليل انتوما يا توينسه اللي تفرجتوا عليها بالالاف في اللايفات نتاعها، دونك من حقها اللقب هذا. ونوفى بالتعليق هذا اللي وجه رساله للفنانين وكتب يا فنان ويا فنانه ابكيو توا فنان توا نرمين وليت مشهورة حتى خارج تونس. تقول لك فما في العالم العربي كان أنا ومحمد صلاح نجم الكرة العربية والعالمية ونجم ليفربول، المنطق يعطيها الحق سوني.
بعد ما انا ديما اللي ضحكني هو السكيزوفرينيا نتاعنا الحقيقه، يعني انك تتفرج فيها وتفرجوا فيها فعلا بالالاف ولا ربما بالملايين اكثر من رئيس الجمهوريه وقت اللي عمل الخطاب. يعطيك الصحه يعطيك الصحه، خاطر هي القاتل المسرب، القاتل الدخله كونفينمون والناس ما شادين الديار. وتعرف اللي في الخارج النوع المبادرات هذوما انك تحاول ترفه العباد وقت الازمات تلقى صدى. وهما في الخارج ما عندهمش النظره الدونيه للرقص اللي عندنا احنا، خاطر هو الرقص في الخارج فن راقي. وقت تقول احنا كي تقول راقصه وكاني سبه وكانه شتم، غادي وقت تقول اون دانسوز ولا راقصه يعني حاجه عظيمه، معناها حاجه كبيره. ما عندهمش النظره الدونيه، دونك ما نتعجبش ان تولي عندها صدى دولي نرمين سفر. دونك الارقام تايد كلامها، نحب ولا نكرو. يظهر لي نرمين اليوم التعيس اللي باش يجيها لطف عليه هو كي باش يلقاو الفاكسان تاع الكورونا. والله يظهر لي معناتها الصحه برجولي رفعت على الشعب الكل والعباد الكل شيخت. ومراد يبدا يكلم فينا في الليل حلو نرمين، وبرهان يبدا يفرقس على برهان شد اكثر مره يتفرج مرة في الجروب. هي اليوم مع محمد صالح من اكثر الناس تاثيرا، تمنيت تكون معاهم في القائمه وانت شاب. اي ما بيش انا يا رب باش نشطح ولا باش ما نعرفش باش يمكنك ان شاء الله هنا عن نهار اخر هكا نكون اكثر تاثير. والله بصحتها هي نحبها برشا واسمع بنت بابا الله ورفيق. والله شنو محترمة نرمين، أنا الحق تبعتها من بداية المغامرة نتاعها ولا في خدمتها محترمة، سين فري بروفيسيونيل. تفكر معناها عندها فكرة على الحاجات اللي تحب تعملها وكل لا عندها فكر، معناها حتى كي تعمل شو عندها استراتيجية عندها تخمام. ماشي ليه عندها غرور كبير ولا فيلغير بربي على شو باش يكون عندها غرور، معناها باش يكون والله النجاح اللي حققته وقت الكورونا كي نحكيو على شو هذا. سواء سيريو توكل الراجل نجح شنو معناها نجم تتحل لايف وتشد العباد، نجم تشد اكثر من مانيش راقص ومانيش راقص اقول لكم لا باي حاجه اي حاجه نجم نجم تعمل ما نعرفش تعمل لايف وتحكي الراف ماك وتحكي لاكتو في الكونفينمون لاكتو ما تنجمش. ولكن هي حلت لايف وقامت تشتح باش نعملوا منه انجاز، خاطر انا كي نحكي تاثير نحكي واحد تاثير ياثر بافكاره، ياثر بالحاجات اللي يقول فيهم بالحاجات اللي يكتب فيهم، يكون لوكوموتيف يهز الناس القدام. محمد صلاح اليوم ايدول في العالم العربي الاسلامي. لا نحكي على كلمه تاثير، انا ما قلت شيء، اما كي قلت لي انت عندها استراتيجيه وتخدم في خدمه ماهيش مغروره في ميدان الشو معناها شو هي اليوم جلبت الانتباه. تحبوا كما قالت ميمه جلبت الانتباه ترتيب هذا موست انفلونشال يونغ افريكانز، يعني ما فيش كان صلاح في ساديو ماني اشرف حكيمي ونحكي على جماعه الكره في نجوم في كامل القاره الافريقيه راهو يحسبوا بالارقام. ليه يحسبوا بالارقام؟ يقول لك كيفاش تحسبوا الانفلونس، تحسب عدد الناس اللي تابعت، عدد الناس اللي تفاعلت، وعدد الناس اللي ترجع كل مره لا فيديليزاسيون. هذا هما لي روبير. دونك كان ما يعرفوهاش ودايروا محطوطين بوا على خوهم معناها الانواع الكل. وي سندر اللي حبيت تعلق ولا نمشيو لخبر اي حبيت نقول اللي يمكن انا نجم نفهم مراد زغيد يقول نرمين محترمه وبروفيسيونيل. هي بالحق راهي بروفيسيونيل رفيق، معناها يقصد كي تمشي تخدم تشتح ولا حاجه ما تعملش الزايد، تمشي تشتح وتروح على روحها. تجي عندها اللي عملته هذاك ممتاز في الثاني في الكونفينمون الثاني مع دي جي والديسكو العربي وكل شيء. وهي راهو اومينمون كي تعرفها بعيد على انها فنانه بسيطه على الاخر نرمين صفر وياسر محلاها بالحق معناها كي تعرفها في الدنيا. ترامب الرئيس الامريكي منذ لحظات يقول عمليه تزوير موجوده، سنذهب للمحكمه العليا للمطالبه بوقف التصويت حالا. هذا اخر كلام قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب. هو باش يفهم وسونيا تفهم في القانون ممكن اكثر مني. هو قاعد شنو هي اللعبه تولي باش تصير؟ بسبب الكورونا برشا امريكان صوتوا قبل يوم الانتخاب على خاطر الادارات والولايات في امريكا قالوا باش ما يصيرش صف، تنجم تجي قبل، تنجم تبعث فوت الكترونيك، تنجم تصوت بالوكاله وبالبوسطه. توا ترامب باش يقول؟ باش يقول الدستور يقول فما يوم وحيد للانتخاب اللي هو يوم 3 نوفمبر، الاصوات نتاع الناس اللي صوتت نهار 2 ولا غرت نوفمبر ولا 3 ايام قبل ماهيش فالابل. دونك باش ندخلوا في نقاش
قانوني واجرائي. ربي يستر راهو يبدل في الكوب تاع البيت الابيض باش ما يدخل حتى احد. الاخبار الاخر شنو سندريل؟ هي تصوير على ما يبدو انها قديمه لدونالد ترامب وزوجته ايفانيكا، هي مرته ايفانيكا ترامب اللي يدليوا باصواتهم في الانتخابات الامريكيه. كما قلت لكم راهي يمكن قديمه التصويره، لكن مع هي صفحات على فيسبوك بارتاجيوها. انا علاش بارتاجيتها؟ حبيت نبني عليها ونسالكم انتوما لي راف ماغور، لو زوجك او زوجتك وكنتوا على خلاف، على خاطر نعرفوا لي ترامب وعلاقته مع زوجته متوتره شويه، شنو تعملوا في اللحظه هذيك؟ ناصر البدوي، صوت لزوجتك ولا مع مرتك؟ ومرتك باش ترشح رئاسه تونس وانت ما تكلمهاش؟ صوت لها بيان سور، صوت لها. لا يا بيان سونيا متعاركه معها على الاخر، متعاركه معها وما تحكيش معها. لا راه مش ايفان، ايفانيكا كان باش توصل، باش توصل العلاقه ما نصوتلوش، كل واحد يمشي على روحه. واش قاعده تعمل هي؟ نفكروا نفكروا سيسيليا ساركوزي، راهي سيسيليا ساركوزي وصلت ساركوزي للليزي وانسحبت ومشيت على روحها. اما هذيا تويكا قداش ليها من عام؟ اربع سنين. الناس العالم يعرف اللي هي تكرو، العالم يعرف اللي هما ما يتفهموش، العالم يعرفوا اللي علاقتهم متوتره على الاخر، وهي بو هكا تمشي وتجي فيرست ليدي فيرست ليدي. مرت الرجل الاقوى في العالم مش سهل باش تخلص عليها. ايفانكا بنته، ايفانكا بنته ومرته ميلانيا. لا هذه ميلاني ترامب. لا هو بوم في امريكا، امريكا بلد محافظ جدا جدا، ممكن اكثر حتى من بلادنا في حاجات مع مفارقات، ما يقبلوش فكره انه رئيس مطلق. تو مثلا هيلاري كلينتون، معناها وقت الفضيحه الكبيره نتاع بيل كلينتون، كان من الواضح انه اي امراه اخرى في بلاصتها باش تطلق، سيرتو ماهيش الحكايه الاولى. نتذكر خان هو كلينتون، شنو هو خان؟ محمد خان نجم السابق، نجم السابق ما خلطش عليا صغير. اما هذايا هو مش اول مره، تتذكر وقت جي ماكرون، وقت صارت الباساسيون مع باراك اوباما، كيفاش اوباما فرحان برشا وتري غالون مع ميشيل اوباما، وهذا كيفاش مع ماكرون هي تغزر له هكا بنظره في حبيه ياسر مرته، نظره حبيه. هذاش قالوا، هذاش قالوا حبيه في العربيه ديما حاجه نظره عاطفيه، نظره حبيه، ولا تتقال نظره حبيه. باش نعطيك مثال باش نفسر لك كيفاش تتقال. يلا سيدي، كان هذا تحليلنا للانتخابات. يا ودي سيب لي ناصر ثلاثة دقائق يعمل حاجه تحليل نص ساعه على خير، بطاقته على الانتخابات، بطاقته على الانتخابات. استناونا في الكارتون دي جور، نمشيو لاخبار الطرقات للناس اللي في الكياسات. يلا اي اف ام انفو ترافيك، مرحبا بكم. مازال شوية تعطيل متواصل على دخول تونس من الأوتوغوت نيفو الكبارية، وفي الخارجة نيفو جبل الجلود، وعلى جي بي 8 نيفو حي النزع حتى رومبوا أريانا في اتجاه الشرقية، وعلى شارع أولاد حفوز من رومبوا باب سعدون في اتجاه باب العسل. ضغط زادة شوية على سي 35 نيفو الياسمينات من جهتين. نمشيو لصفاقس، نلقاو ضغط على طريق جرمدا نيفو سي ان اخ بي اس من جهتين، وعلى طريق العين نيفو سبيطار الحبيب بورقيبة كيف من جهتين. الحركة خفيفة وعادية في باقي الجهات والولايات، ما فماش تعطيل كبير نذكروه. اما نزيدو نوصيكم باش تردوا بالكم، مازال برشا ضباب في الثنيه، دونك ساعدوا رواحكم، نقصوا الفيتيس، شعلوا لونتي برويار، وسورتو حاولوا تحترموا مسافه الامان وردوا بالكم على رواحكم. نشكروا كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فوت خفيف. كان عندكم اي خبر يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. طريق سلامه الناس الكل. طريق السلامة للجميع. نعود بعد الفاصل. كانك تلميذ تعلب ولا تخدم وتحب تتعرف على المنح اللي توفرهم سفارة أمريكا للتوينسا باش يطوروا من قدراتهم الأكاديمية والمهنية، تبعنا نهار الأحد 8 نوفمبر من 10 متاع الصباح في برنامج أوبن داي اللي باش يتبث لايف على فيسبوك متاع يو اس امباسي تونيس و اي اف ام. برنامج أوبن داي هو يوم مفتوح نظمه السفارة الأمريكية في تونس باش تحكي لكم على أكثر من 20 فرصة ممولة بالكامل يستنفعوا منها أكثر من 250 تونسي وتونسية كل عام. ما تفلتوش الفرصة وكونوا معنا نهار الأحد 8 نوفمبر. يا فام ستوديو تراب، عيش الموسيقى كل سبت 7 متاع العشية على يا فام أحلى راديو. هو
حكيتك معاه ما توفاش ونهارك معاه ما يتنساش. من دنيا لدنيا يسافر بيك وبالوقت يزيد يحليك ويخلي الناس الكل تحكي عليك. Venator, le nouveau parfum by Exist. Découvrez aussi la nouvelle collection hiver dans nos 42 magasins et sur exist.com.tn. Exist, you can't resist. من الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو علي راف ماغ 8:56 دقيقة. رجعنا لكم في راف ماغ كنا حكينا أول الحلقة في الساعة الأولى على ميركادو بوانتين السيت اللي يخليك تضمن شريتك اليوم على الويب, السيت اللي يخليك تلقى كل ما تلوج عليه, كل ما يهم قضية المرأة العائلة وحتى الدار. زيادة قلنا ادخلوا على ميركادو بوانتين عبيوا الباني حطوا ارتيكل مهم ما يفوتش السوم نتاعهم 500 دينار ومن غير ما تعديو كوموند باش تدخلوا معنا في تيراج سور وفي عمليه القرعه. واحد من الناس اللي دخلت على ميركادو بونتين وعبيت البانيي ربح معنا توت سويت نعلنوا على اسم الفايز في ميركادو بونتين. ميركادو بونتين اضمن شريحه على الويب, أثمن شارية اليوم على الويب تلقاها في ميركادو بونتين. معنا بالتليفون صديقنا طارق. طارق رو بونجور. الو الروقه معنا طارق في التليفون. طارق هل تسمعني؟ الو طارق تسمع فيا؟ موجود طارق ولكن الصوت بعيد برشا. طارق كنت تقرب الميكرو ليك في اللحظات هذه. وي نسمع على ناصر راك. وي اما بعيد برشا الصوت يا طارق, ما نعرفش شنو هو الجهاز اللي تحكي به. غرق غرق هكا هكا نسمع فيك خويا. هكا هكا رجعت. اين انت صديقي؟ حدد والله مكانك. والله كنا ماشيين سي محمد في رادس بما انه يسكن غاديكا, ولكن تفكرت لي انا غادي الناس تعرفني برشا وبرشا باش يوقفوني ويسلموا عليا وباك تعرف غادي وغادي يغزروا لي بنظره حبيه غادي في رادس حبيه كيما مراد. اخترنا انه نمشي له المقر العمل نتاعو في اللاك. اقرب اي بيان سور يا خويا. مشيتوا له اللاك دونك صحيح. غادي هزيتوا له الباني نتاعو ولو هبطلنا هو خايف شوي ما يحبش يوري لزملائه في الخدمه انه ربح. ولكن هاو معانا سي محمد, هاو معاك احكي معاك. سي محمد سي محمد عفلنا. صباح النور. صباح الانوار. شو احوالك سي محمد؟ نهاركم زين. نهارك مبروك سيد. الحمد لله. في العاده مزهر سي محمد في الدنيا؟ والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله على معناتها ربي. دخلت على ميركادو بوانتين عبيت الباني نتاعك بمنتوجات قيمتها ما تفوتش 500 دينار وخرجت في عمليه القرعه. اش حطيت في الباني سي محمد؟ افكتيفمون كان فما روبو ملتي فونكسيون. اي فما فاليز كاترو. اي دونك كانت موجهه يعني القضيه معروفه لشكون؟ شو موجه القماشين لمرتك معناها شو موجه؟ فوالا موجه لمرتك الروبو وفاليز وكل ما نجم يكونوا كان مرتك. قداش المونتون تاع الحاجات اللي حطيتهم في البانية سي محمد؟ ما نذكرش المغلب مبلغ سامحوني ما نذكرش المبلغ بالضبط في اقل من 500 بشويه. اقل من 500 دينار بشويه اللي حطيته الكل يا سي محمد في البانيي. روبو ملتي فونكسيون الفاليز كاترو كيما قلت انت وما نعرفش هما لي زارتيكل الاخرين ولاو نتاعك. مبروك عليك سي محمد ربحت معنا الفاليز. مبروك عليك سي محمد ربحت معنا اللي حطيته الكل في البانيي.
radio.tn أضمن شريعة الويب. بعد شوية وبعد الأخبار نرجع لكم في البطاقات ويومين. بربي عنا إعلان ذي سي نور الدين البحيري القيادي في النهضة ضيع التليفون نتاعو قد ويتهم في جهات معناه ويقول انه فما فوق بوسيبل ينجموا يركبوا حاجات والا يعملوا حاجات تخيكي. دونك حبينا نوصلوا صوت سي نور الدين البحيري. هو هب التدوينة وبعد مدوية وبعد تنحات التدوينة يبدو انه اتهم فيها. شوف السكرين شوت الحقيقة انا كي دخلت على الباج نتاعو ما لقيتش. دونك اذا كان نعتمدوا السكرين شوت اللي بارتاجيهم برشا توانسة على الفيسبوك قال لنا اتهم فيها اتهم غير لا يسمي ولكن عبير موسي وان ولا سمع عميلة بن زيد ولا إمارات يحكي على عبير موسي ويحكي على النواب اللي معاها واتهمهم بأنه سرقوا له التليفون وقال يبدو أنه سبق ولا فرش ولا خايف الله أعلم. قال والله يزيدوا عليه التليفون هذاك. قال قال راهو اللي باش يخرج نجموا يركبوا لي نجموا يمنجوا لي نجموا كذا. ويت انت ويت انت مع رفيق بوشناق معايا امبوسيبل هاي باهي نستناو من الديسكسيون. ليه عاد مع الناصر عاد هو مع النهضه صاحبي حبيبي راهو كيف كيف وانا اسمع وانتو كاس رفيق وانا ولد انا ولد بلادي وانت ولد بلادي بنياني لا انا عندي علاقه طيبه ولكن سواسيور اي تليفون يذيع باش تلقاو فيه برهان عامل ديسكسيون سوي سير مهما كان الحزب ومهما كان القيادي السياسي. كانت هذه ساعتنا الثانية نرجع لكم بعد شوية في البطاقة. إي إف إم ميتيو. صباح الخير نهاركم زين على إي إف إم أحلى غاديو. اليوم الأربعاء 4 نوفمبر تتميز الصبحية بالضباب الكثيف خاصة في المنخفضات وبحدة السدود والغابات والأودية. الضباب هذا يبدأ ينقص بشوية مع أبغتيغ من 9 متاع الصباح وباقي النهار باش تقعد الأجواء مغيمة في أغلب الجهات. درجات الحرارة ما تبعدش على البارح وأعلاها بين 20 و 24 درجة في الشمال وبين 24 و 28 درجة في باقي الجهات. الريح معتدلة اليوم وسرعتها تنجم توصل حتى ل 40 كيلومتر في الساعة بحدة السواحل والبحر يكون مضطرب في الشمال وأريض شوية في باقي السواحل. نعملوا دورة مع بعضنا نشوفوا الأجواء في بعض المناطق. نبداو ببنزرت وين تسمعونا على 107.3 نلقاو السماء مغيمة الحرارة في حدود ال 21 درجة والريح خفيفة سرعتها ما تفوتش 16 كيلومتر في الساعة. من بنزرت نطلوا على تطاوين ونلقاو السماء مغيمة زادة الحرارة باش توصل حتى ال 25 درجة في العشية والريح خفيفة سرعتها ما تفوتش 14 كيلومتر في الساعة. احنا نتلقاو بعد ساعة في ميتيو جديدة وانتوما ما تبعدوش. بعد شوية مازلنا مكملين مع رفيق بوشناق وتوت ليكيب في الرفماك وتوت سويت وقايت الأخبار. يا فامي توا 9:03 دقائق في تونس 3 متاع الصباح و 3 دقائق في واشنطن. أخبار الأربعاء 4 نوفمبر مع سلمى هلال. مرحبا. مرحبا. تأجيل إضراب الأعوان البلديين اللي كان مقرر اليوم وغدوة الأيام 2 و3 ديسمبر الجاي. وأكثر تفاصيل مع مكرم عميرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين. قدموا مقترحات حول صراع بنشر الأوامر اللي كانت متعطلة على مستوى رئاسة الحكومة في أجل لا يتجاوز 25 نوفمبر من هذا الشهر والرجوع إلى طاولة المفاوضات ومواصلة الإجراءات حول إنهاء صياغة النظام الأساسي الخاص ونشره بالقريب العاجل مع مراجعة المدونة المهنية لعمل البلديين وإصدار منشور استثنائي حول المنح الاجتماعية. وعليه فقد قرر الطرف النقابي تأجيل الإضراب إلى يومين 2 و3 ديسمبر. إبرام اتفاقية قطاعية جديدة بعام واحد بين الكنام وأطباء القطاع الخاص واستئناف العلاقة بينهم. ورئيس نقابة أطباء القطاع الخاص سمير شطور يعطينا أكثر تفاصيل. اتفاقية قطاعية جديدة لسنة واحدة بين نقابة أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض. اتفاقية هذه بتدوم العام واحد فقط. احنا وصلنا معناها لتعثر المفاوضات في المدة الأخيرة ما وصلناش معناها للتطلعات الشرعية لأطباء القطاع الخاص بصفة كاملة، لكن فيها تحسين فما تقدم فيها نظرا للوضع الصحي صعيب الاقتصادي والاجتماعي تمر به البلاد. قررنا باش نعملوا اتفاق وقتي حتى لين نتعداو البريود المده نتاع الازمه هذيا ونوصل ان شاء الله في العام الجاي لاتفاق نهائي نفي بطلبات المشروع على اطباء القطاع الخاص. الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري للرئاسيات الأمريكية يقول دونالد ترامب يقول اليوم أنه مستعد لتحقيق النصر والفوز في الانتخابات ويعلن اللجوء للمحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات. ونحن مستعدون للاحتفال الكبير ونحن ننتصر في مختلف الولايات ونتائج اليوم رائعة ونحن مستعدون لتحقيق النصر ونحتفل
ونكون نقيم حفلة جيدة وفاخرة لأن هذا نجاح لدولتنا، لأن ونحن ننتظر نصرا ونريد أكثر من النصر. وقد النظر في قضية المحكمة العليا لأن نحن لا يرق لنا مسألة الانتخابات التصويب بعد الولايات. بقية أخبارنا في عناوين. وزارة التربية تأكد إمكانية تخصيص بعض التلافز للتعليم عن بعد إذا توقفت الدروس الحضورية بسبب فيروس كورونا. وزارة الصحة تتلقى مساعدات طبية من فرنسا تتمثل في كمية من المستلزمات الوقائية الفردية الخاصة بمهني الصحة ومعدات طبية وأجهزة تقصي فيروس كورونا. تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ل 143 يوم توريد البارح مقابل 145 يوم الجمعة اللي فاتت. موعدنا يتجدد في أخبار العشرة، وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على FM TV على اليوتيوب. ملكش حم ملكش
تاع سندريلا ويبادر بدوي بنقشات ويقولوا شادد جول الشله الجود فايبس موجود غرياني ندرة سو كيوت وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في الصوت علي الراف ماج تسعة ونص رحلتنا مكملة موصلين معكم في الرف ماك. بعد شوية نمشي للبطاقات بألوانها بتفاصيلها نكتشفوها بعد لحظات مع مراد سونيا ناصر السندريلا وزياد المكي. كان الوقت بينصير ولكن قبل هذايا نرجع نحكي مرة أخرى على الحدث على الأوبن داي لجورني بورت أوفير اللي تنظمها سفارة أمريكا نهار 8 نوفمبر واللي باش تقدم فيها بروغرام ديشانج ديز أوبورتونيتي للي ستوديون لي جون ديبلومي لي بروفيسيونيل بريز ان شارج كامله تكلفه الكل باش تكون على حساب السفاره الامريكيه بتونس. وقلنا وعاودوا نذكروا انه بسبب جائحه الكورونا الاوبن داي هذا باش يكون في كونفرنس والا سيمينار اون ليني بسبب الظروف اللي تعرفها تونس واللي يشهدها العالم. معنا اليوم في التليفون السيده سعيده الجديدي والسيد نور البديوي باش يحكيوا لنا اكثر على الاوبن داي هذا. نبداو مدام سعيده. مدام سعيده صباح النور. صباح الخير رفيق، صباح الخير لكيب الكل والمستمعين الكل. كيف الحال مدام سعيدة؟ شنو أحوالكم وشنو جديد في علاقة بالأوبن داي؟ والله الحمد لله، ميرسي رفيق. دونك كونسيرنون الأوبن داي، دونك هو يوم مفتوح تنظمه سفارة أمريكا، باش يكون نهار 8 نوفمبر نهار الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا، باش يكون لايف على صفحة الفيسبوك يو اس امبسي تونس. باش نتلموا مسؤولين من سفارة أمريكا باش نقدموا البرامج اللي برامج التبادل الثقافي والأكاديمي. برامج هي ممولة كليا من طرف السفارة. البرامج المختلفة معناتها الفئات العمرية ومعناتها فما برامج للتلاميذ للطلبة للمهنيين للباحثين والأساتذة. دونك معناها الناس الكل تنجم تلقى برنامج تشارك فيه. يظهر لي مع كاتي باش نحكيو شويه على المهنيين البرنامج الخاص باللي بروفيسيونيل هكا ولا مدام سعيده؟ اي اون فيت باللي بروفيسيونيل اي سورتو للاساتذه. انا بما اني اي مسؤوله على برامج تعليم اللغه الانجليزيه، عندنا برامج الاساسيه للغه الانجليزيه وللمتفقدين. مثلا عندنا برنامج سوزي بروجرام، هو دوره تكوينيه مكثفه الأساسية اللغة الإنجليزية والمتفقدين ينجموا يشاركوا فيه. الدورة تدوم بين 4 و6 أسابيع في أحد الجامعات الأمريكية. دونك المشاركين يحضروا دي سيمينار مع مختصين في تحديث المناهج التعليمية، يزوروا معاهد ثانوية أمريكية غاديكا باش يطلعوا على طرق التدريس كيف كيف في البرنامج. فما جولة ثقافية في العاصمة الأمريكية واشنطن، يزوروا المتاحف يزوروا المعالم الهامة. وعندي زيدا برنامج آخر هو الأساتذة اللغة، مش الأساتذة اللغة الإنجليزية فقط، دونك الأساتذة أون جينيرال، دونك أساتذة في جميع الميادين مثلا رياضيات علوم تكنولوجيا ولا حتى لغات أخرى ينجموا يشاركوا فيه. المهم تكون معناها أموال اللغة الإنجليزية نتاعهم، مش لازم معناتها متميزة برشا، لكن ينجموا يكومونيكيو معناها يفهم وينجم يعبر. قداش المدة قلت لي؟ 4-6 أسابيع هكا مدام؟ هذايا أي هذايا فول برايت تيتشن اكسلنس اند اتشيفمنت بروجرام، يدوم 6 أسابيع. دونك كيف كيف المشاركين يمشيوا يزوروا المدارس الأمريكية باش يتعرفوا على طرق تدريس حديثة، يتعلموا كيفاش استعمال التكنولوجيا في القسم، وزيدا ينجموا يعملوا كالتربص، يعني يقوموا بتدريس بلان بأمريكان في معهد أمريكي لمدة أسبوع كمساعدين، معناها يخدموا ديز أسيستون يجربوا معناها التجربة، يقريوا بلان بأمريكان في أمريكا. سؤال بسيط، الأساتذة هذوما ممارسين للمهنة تو معناها باش ياخذوا كونجي 6 جمعات ويمشيوا للفورماسيون للبروجرام هذا، ثم تنسيق مع وزارة التربية مثلا ولا كيفاش؟ اي فما تنسيق كبير مع وزارة التربية. إن فوا اخترنا الأساتذة نبعثوا معناها مراسلة لوزارة التربية ونطلبوا منها باش تعطيهم 6 أسابيع عطلة. واضح.
باش يشاركوا في البرنامج هذا. وبرنامج الاخر سوزي بروغرام يصير في الصيف دونك معناتها مده جوان جويليا ولا جويليا اوت. الاساتذه متفرغين بالطبيعه. متفرغين اكزاكتومون. واضح. شكرا لك مدام سعيده الجديدي. معنا مدام نور البديوي المسؤوله عن برنامج مبادره الشراكه الامريكيه الشرق اوسطيه. مدام نور صباح النور. صباح رفيق. شنو احوالك مدام؟ الحمد لله عايشك. الحمد لله. مدام باش تحكي لنا انت دونك على المبادره هذه، تعطينا عليها اكثر تفاصيل وباش تحكي لنا على البرنامج بروغرام بور لي ستوديون. اكزاكتومون. رفيق فيت كما قال زميل في ليفينمون باش يصير نهار 8 نوفمبر اللي هو نهار الاحد هذايا، بدايه من 10 صباحا على الفيسبوك لايف نتاع الباج نتاع ستارت امريكا. برنامج هذايا باش يصير على نهار كامل، الصباح باش يكون للإتيديان ولي جون ديبلومي، والعشية باش يكون للمهنيين أصحاب المشاريع وناس في المجتمع المدني والأساتذة بتاعها. نصور فرنسا كلهم يحبوا يعرفوا السفارة شنو لازم توفر لهم. فما أكثر من 20 برنامج فرصة للفرنسا، وكل عام نبعثوا أكثر من 250 طالب في البرامج نتاعنا. دونك هذايا اون غو شنو باش يصير نهار الاحد. ان شاء الله تكونوا الفرنسا الكل حاضرين معنا. ان شاء الله. فيما يخص دونك البرنامج سبيسيال ايتوديون، شنو نجموا نضيفوا مدام نور؟ انا وفيت مثل مكتب مابي في السفاره، ومكتب مابي ما يخدمش كان مع ليتوديون، وفيت نخدموا مع ديفيرون اج. لهنا نحكيو على البرنامج الاولاني اللي هو اذا كان كباك والا سنه اولى جامعه لازم تقدم برنامج تمر وزيد بروجرام اللي هو طلاب الغد. وهذايا باشلو والا ليسانس في تونس يسميوها، لمده 4 سنوات في جامعه امريكيه. البرنامج الثاني اللي هو اذا كانت ان جون ديبلومي وتحب تكمل ماستر نتاعك لمده سنتين في جامعه امريكيه، البرنامج هذا اللي كنتي. البرنامج الثالث هو معناها تاخذوا انشار سامحني القرايه لمده 4 سنين ولا لمده عامين هكا؟ اي بريز ان شارج توتال نتاع الادميشن فيز نسميهم، والا دفع التعليم الدراسه. افكتيفمون. واضح. دونك كل شيء مدفوع، البرامج اللي نحكيو عليهم كلهم مدفوع في المصاريف بالكامل. تريز امبورتون باش نحكيو عليها الحاجه هذيا. بيان سور، اذا كان نحكيو على 4 سنين ولا على عامين مهم جدا، لانه تولي حاجه مهمه وانتريسونت برشا بالنسبه للاولاد اللي يسمعوا فينا. نخليك تكمل مدام نور، كان عندك مضيف. اي مازالوا زوج دو بروغرام اللي اسمه ستودنت ليدرز بروغرام. هذايا اذا كان عمرك ما بين 20 و 24 سنه وانت طالب في جامعه تونسيه، نجم تشارك لمده 5 اسابيع في الولايات المتحده في برنامج تطوير مهاراتك. البرنامج الاخراني اللي هو للمهنيين اللي عمرهم بين 28 و 35 سنه واللي عندهم فكره مشروع انتربرونيا سوسيال جينيرالمون. سي ان بروغرام على عام كامل وعلى 5 مراحل، معناها في العام هذا يصيروا 5 مراحل، وهكاك باش نعاونوهم يحققوا فكره المشروع نتاعهم وينميوا القدرات نتاعهم بالطبيعه. فما بروغرام لي زانيماتور لي كرونيكور حاجه تشبه هكا؟ انت رفيقه نجم تصب فيه البروغرام اللي حكيت عليه. اوكي. وعندي هكا نجم نلقى كود بوس خاطر لونجلي للامانه ما نقعدكش برشا معناها. شوف الكود بوس ما فماش، اما سور دوسيي ولا لا بروسيدور اللي تري ترونسبارونت و سي ان بروسيسوس اللي نتبعوه ويجينا معناها كيفاش نخدموا معناها. ما نجموش. دونك مادام بلاش كود بوس معناها شونس احنا لهنا في الرفماك. زيد تحب تصوب في بروجرام شنو؟ لا لا الفيزا انا جوست. فيزا موضوع هذيك. شكرا لك مدام نور البديوي المسؤوله على برنامج مبادره الشراكه الامريكيه الشرق اوسطيه. كانت معنا زيد مدام سعيده الجديدي مختصه في برامج تعليم اللغه الانجليزيه، كانوا يحكيوا معنا باسم السفاره الامريكيه في تونس على الاوبن داي لجورني بورت اوفيرت. حاجات مهمه وانتريسونت برشا الناس اللي تسمع فينا، تلامذة لي ستوديون لي بروفيسيونيل. الموعد نهار الاحد 8 نوفمبر، كونفيرونس سيمينير اون ليني، فرصة نجم حياتك تتغير بعد الكونفيرونس اللي باش تصير اون ليني هذه اذا كان يتم اختيار الدوسي نتاعك. نعرفش كان مازالوا معنا في التليفون، نسلم عليكم. ميرسي بوكو مدام نور، ميرسي بوكو مدام سعيدة، تحياتي لكم. يعيشك سلامة. بسلامة، ميرسي بوكو. بعد الفاصل نرجعوا للرف مايك. Radio.
راديو ترجع لكم في السيزون 3 بأخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح. نجاوبوكم على أسئلتكم. كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون يمسحك، يكفي باش تطلبنا على 71 194 194 وانزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك. ميلا نوتخو رونديفو كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM أحلى راديو. الوقت كيفوت ما عادش يرجع، أما إذا تحب نجم تغلبه إذا تعرف تقيس تخمم تختار. لينتاك تعطيك أكثر من شواء، مانتونونس انفورماتيك، سيبر سيكوريتي، كونتابيليتي، إلكترونيك أوتوموبيل، أكثر منهم دي سبيسياليتي، هما ثنية تصنع فيها الوقت، هما ثنية تصنع فيها روحك. مع لينتاك بالباك ولا بليش اصنع روحك. للمزيد من الإرشادات 53 009 009. شبيك اليوم قلتي صح الحجامة؟ يا أخي كل يوم هو مرة برق قلوها صح الحجامة. أو يا غورديليس كل يوم يقولنا يعطيك صحة. على خاطر بالحق يا غورديليس يعطينا الصحة كله، كل يوم يعطينا كمية من الكالسيوم والبروتيين والفيتامينات اللازمين للتوازن الغذائي متاعنا. البدن يولي قوي يقاوم كل شيء. يا غورديليس يعطيك الصحة. راف ماج مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو. التسعة 21 دقيقة موتين معكم في الرفاق، ولكن ما زلنا في التليفونات. معنا النائبة السابقة مدام فاطمة مسدي تطلب حق الرد في علاقة بالكلام اللي تقال البارح. كنا حكينا على تدوينة متاحة وقت اللي حكيت على درة زروق وزواجها من رجل الأعمال المصري شاع دم 48 ساعة تقريبا في تونس. الزوج عنده مرأة وكانت درة قبلت أنها تكون زوجها ثانية، بعد درة قالت أنه الكلام هذا غلط وبعث التصريح لكل الإذاعات قالت فيه راو أنا الزوجة الوحيدة وراو طلق واختار باش يكمل حياتي حياته معاه. مدام فاطمة المسدي صباح النور. صباح الخير، شكرا لراديو إي إف إم على منحي لي حق الرد. مرحبا مدام، شو لك ساعة التدوينة نتاعك والحساب نتاعك، وانت كنت اعتذرت داير البارح بعد لنفات درة الأخبار هكا ولا؟ أي لا مش هذه بالضبط، أنا نحكي على التدوينة الصحيحة هي، لكن فقط إنه الكلام اللي تقال في فما شوية معناتها مغالطة. أولا أنا نحب نأكد اللي أنا ما نمثلش المرأة التونسية كما قالوا بعض الزملاء نتاعكم، أنا فقط أنا مرأة تونسية موجودة كيفما الناس الكل. حطيت استاتيو على الفيسبوك نتاعي، مانيش تكلمت لا في برلمان ولا في اعلام ولا في غيره، حطيت استاتيو في الفيسبوك نتاعي للناس اللي نمثلهم كيما انا، مثلا العباد اللي يعتبروا الشيء هذا كيما انا. يا اخي الحقيقه نلقى مع تجاوب كبير، الاف والاف مؤلفه اللي معناها تم البارتاج نتاع استاتيو على خاطر يمثل برشا مع شريحه كبيره ياسر من التوانسة. نحب نأكد على حاجتين، أولا إنه معناها في حالة إنه معناها الناس تعرف إنه في حالة درة زروق قالت الحقيقة واللي هي معناها كوني زوجها مطلق، هذايا وقتها كما قلت نعتذر وكل شيء، أما في حالة درة زروق ما قالتش الحقيقة، خاطر فما العديد من المعلومات اللي هيك علاش كتبت الستاتيو، العديد من المعلومات تقول إنه درة زروق زوجة ثانية، وهذا يراه مجرم قانونا في تونس، سواء كنت البرة أو الداخل. أي مواطن تونسي معناها يحمل جنسية تونسية سواء كان صالحا أو طالحا راه يمثل تونس البرة والداخل، وهذيك علاش في حالة هذه بالذات إذا كان معناتها الزواج ما هوش حكاية تعدد ولا قانون مصري، راه ينطبق عليه القانون التونسي ويجرم بالسجن سواء الزوج الذي على علم بأن التونسية عندهم قانون خاص أو التونسية هي بدا. هذيك علاش أنا قلت اللي الكلام هذايا معناها جارح وقاسي على خاطر تعدد الزوجات احنا فصلنا فيه ولا عودة له، وانه احنا بالنسبة لنا ما نستعرفوش به كيف وكما جهاد النكاح كما الزنا كما غيره من الجرائم اللي هي معناها على غير الزواج القانوني. مدام فاطمة راهو التشبيه مع بين زوجة ثانية وجهاد النكاح والزنا معناها حاجة لا تستقيم. عندك انت في القانون التونسي عن الزواج على غير الصفة القانونية في برشا أنواع، ما نجموها يعني ليه مدام لحظة نتفاعلوا معك خاطر أنت تو حق الرد خذيته، ولكن قاعدة تفسر في رأيك أنت. سمحني أنا حبيت أخو حق الرد، حبيت نقول اللي هذايا غير قانوني سواء شنو الفورم نتاعو
شنو هو الفورم نتاعو هو غير قانوني. لذا انا تكلمت فقط انه حطيت الرد على ما نعرفش شكون يتكلم في لي كرونيكور وش بدا على السياسه واللي على انه شخصي انا دعيت الى مظاهره ولا شنو و معناتها جاوا عشرات من الناس ولا شنو مش مليونيه مراد. اولا انا نحب نفرق ما بين زوز مواقف. كل موقف عنده دخل ما عنديش دخل في شخصي انا سياسيا. هذا هي موقف يهم التوينفا الكل في تعدد الزوجات. دونك ما عندوش اي حد الحق باش بروفوكي شخصي انا في اختياراتي على خاطر انا تكلمت على موقف يهم القانون التونسي. دونك هذا هي الاولى. ثانيا انه حبيت نقول انه تعرفوا الناس الكل اللي كونوا معناها المواقف نتاعي سواء لدعوات المظاهرات او غيره مبنيه على مواقف اللي هي تهم مصلحه الدوله التونسيه سواء نجحت او فشلت. المفيد انا محاولت وتعرفوا الناس الكل اللي صارت معناها العديد من الضغوطات ومن التضييقات. انا ماذا بيا ما ندخلوش التاريخ الجانب السياسي قد لا يعنينا. نرجع لكلامك ونتفاعل معاك. معناها مدام انت تو تقول لو ثبت انه كلام دره صحيح فاني اعتذر، ولو ما ثبت انه كلامها يا سيدي غلط وهي تزوجت برجل عنده امراه اخرى وهذا في مصر مسموح به، تقولي انت غير قانوني. لكن كمان غير قانوني في تونس. انت لهنا اليوم تجعل من دره زروق وتشبه فيها. لو ثبت هذا انه هي كيف الناس اللي مشات عملت جهاد النكاح وكيف المراه اللي تمشي في الزنا، هذا تشبيه اللي تراه انت يليق اليوم بمراه في قيمه دره زروق فنانه مشرفتنا عامله كان الحاجات اللي رفعت رايه تونس، رفعت رايه تونس مقارنه. سامحني خلينا نتفاعل معك مقارنة بما قدمته طبقة سياسية لتونس. ما نجموش نقارنوها بدرة زروق أنه هي اختارت تعيش مع راجل عنده مرأة أخرى لأنه القانون في مصر ويبدو قد هي يا سيدي هي اختارت معاش ترجع لتونس. هي حرة نجم تكون اختارت معاش ترجع لتونس. هي حرة نجم تكون اختارت باش ترجع لتونس. إذا كان معناها أنت تحكي على هذا الكل. إذا كان هذا واحد اثنين غلط راه بحذانا ماتر سونيا الدهماني تقول لك ما تتعاقبش وفما طريقة باش تجعل الزواج نتاعها قانوني باعتبار أنها عملته في مصر. أنت كان ما تتعاقبش في تونس. لا لا ما 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 لايق على الاعتراف به هذا الزواج. لايق على الاعتراف به. لكن وقت اللي تقترف جريمة في الخارج لا تعاقب عليها. واللي هي في بلاد ما لا تعتبر جريمة. ما تنجمش انت تجي تعاقبها على حاجه عملتها في برا ماهيش في تونس. دونك عملت حاجه غير قانونيه في تونس ولكنها قانونيه في مصر. انا مش نحكي في الجانب القانوني. لا لا يفضلك نختار في العبارات يا مدام. راك تخرج على الصباح تقول جهاد نكاح وزنا. المراه عملت حاجه غير قانونيه في تونس ولكنها دينيا مسموح بها وجل البلدان العربيه تمشي فيها. مش عادي راهو مش عادي. انا مش نحكي على الدين على خاطر باسم الدين فما برشا حاجات وبرشا جرائم ترتكب. انا نحكي على الجرائم. مش دخلنا في الجرائم دام نحكيو على جل البلدان العربيه المسلمه. نتكلم سامحني انا مانيش نحكي على الدين. هذه مش مهمتي باش نحكي على الدين. فما ناس فقهاء وغيره. انا نحكي على جريمه تونسيه جريمه حسب القانون التونسي. يعني انه القانون التونسي راهو ما يعترفش شنو ما انواع التعدي ولا على الزواج. يعني عنده يمنع الزواج اللي هو بصفه يمنع الزواج بثانيه كل بما فيهم على أي زواج المخالف للزواج الذي يتم على صفة قانونية بالنسبة له هيك هو اللي القانون يشوفه هكاك. ما يهموش شنو ما يهموش زواج عرفي زواج على تعدد على غيره. القانون يمنع الزواج على الطريقة اللي هي غير قانونية. فلذا درة زروق إذا كان باش ترجع لتونس حتى في زيارة ولا غيرها وتحب معناها الدولة التونسية تعترف بزواجها إذا كانوا هي معترفة على واحد آخر راهو ما تعترفش وراها ولكنها لن تعاقب. ولكنها لن تعاقب هي وراجلها زاد خاطر راجلها زاد يسمى مشارك في الجريمة. يا مدام يهديك لا تعاقب يهديك. عندنا المثال هذايا برشا راهم عارسين في مصر ويجيو يعيشوا في تونس. لا تعاقب يا مدام. أنا مانيش ندخل معاك في نقاش قانوني. إذا كان هي ما تفصيت أمورها قانونيا في تونس راهي تتعاقب. باهي اوكي نمشي. وانا مانيش معاك في النقاش القانوني ومتاكد انه ما تتعاقبش ولكن نحطوه على جنب. انت اعطيت رايك سوني اعطت رايها وانا اعطيتك راي. ولكن الكلام اللي تحب تفعله معاك يا مدام خليني اسالوك مدام حق الرد فيه خليني اسالوك. اختيارك نرجع لك بيك للعبارات جهاد النكاح والزنا تحكي على امراه معرسه تو ما تراش انه لا يليق معناها من امراه كيفك انت ولو اختلفت معها في الفكر. غدوه كي تخرج واحده تقول انا اخترت باش يكون عندي ميولات جنسيه معينه انا اخترت باش نكون عندي الميولات الجنسيه اللي ماهيش الميولات الجنسيه المتعارف عليها باش
تكون عندي صديقه امراه يا سيدي ما نقولوا هذا باب الحريات وما ندخلوش فيه. اذا كان القانون يسمح في تونس خلي، اما اذا كان القانون ما يسمح كون تخرج كون تخرج وتقول نفس الكلام وبالحده هذه معناها نحكيوا على امراه معرسه راهو اليوم اي حاجه معناها ضد القانون انا نخرج نتكلم، وخاصه انا نحب نقول اللي احنا بالنسبة للخاصة الملف عدد الزوجات، ورغم اللي هما فما قاعدين فما برشا ناس يحاولوا انه يحطوها حاجة عادية، راهو هذه فصل فيها منذ سنين وراهو لا رجوع الى الوراء. وشكون حكى فيه هذا يا مدام الموضوع؟ شكون حكى فيه؟ فصل فيه ولو سير استفتاء الكلنا باش نصوتوا ضد في تونس لانه موضوع منتهي واخر اهتماماتنا، ولكن الكلام وهالحدة وهال التهم الموجه واصرارك تقول لو تطلع ماهيش كلامها صحيح فانه جم انت يعني كلام اللي قلته خلي مرادي حبيبي على فاطمه. شوف سعه لا فما حاجه وما يجيش وقت يصير تكذيب رسمي من طرف الناطقه الرسميه باسم دره زروق راهو من من حسن الذوق دره زروق من الذوق وان نقولوا القضيه مفصوله. انا مستاء بصراحه لانه توا انت وباش تقبلها مني استغليت قضية شخصية جدا وهي زواج امرأة محترمة جدا هي درة زروق. مانيش نحكي على تعجب زينها ولا تمثيلها هذيك يونيق، خليني نكمل عاد انا ما تكلمتش مقبلك، ما تكلمتش انا مقبلك، انت حدث شخصي قاعدة تستغل فيه باش تجيش الناس ضد درة، معناها انت توا قاعدة تقول يا بوليس كي كان درة زروق تروح بربعثها الحبس، هذا كلام يا فاطمة. ثانيا انت بكل صراحه هذه سيد لا كومونيكاسيون قاعده تصغال في قضيه شخصيه تحب وانه تو تعاود تحير لنا اسال تعدد الزوجات اللي حتى حد يتحمل عيب عادي انت تجيش اسمه تجيش مراد تتفاعل معنا زيد المحامي يتفاعل معنا المحامي فريد نصر ويأكد الكلام اللي قالته سوني يقول لك من المستحيل تتعاقب ليس هناك جريمه اقليميه النص الجزائي معناها سوني تروح اقليميه النص الجزائي ما حبيتش نقول دره زروق ما صعبيش على عبيد درة زروق تروح غدوة هي خلينا نتفاعلوا معاك يا مدام يهديك تروح غدوة هي ورجلها وتجي لتونس وما تدخلش للحبس وقلنا النص إقليمية النص الجزائي قالته لك سونيا ويدخل معنا المحامي الفريق يعني يستهلك مخدرات في أمستردام ويروح لتونس يروح اللي تجول لتونس تعمل فيه يقولوا له أنت استهلك في أمستردام أنا قلت ما يستعرفوش بالزواج نتاعها لا قلت تدخل الحبس قلت تدخل الحبس قلت تتعاقب إذا كان هي تسمى على الزواج نتاعها معناها تحب يعترفوا به في تونس. يا اخي قتلك تحب يعترف به هي جات قتلك حتى شيء بربي لحظه راني نحب نقيد في علاش هكا يا فاطمه قالت لك انا تزوجت لو كان هي زوجه ثانيه عندها الحق هي ورجلها تعيش في تونس ولن تعاقب ولن تدخل السجن. هذم زوج محامين يتفاعلوا معك ولا حاجه مش معترفين لا ما هي صاحبته لانه القانون ما يخليكش تعيش مع صاحبتك في دار اليوم في تونس ما دام خلاوها هي ورجلها ما دام خلاوها هي لحظه نعم اذا كان القانون ما يخليكش تعيش مع صاحبتك معناها تتعاقب قانونيا دونك انت تحبها مصره انها تدخل الحبس وقت تدخلوا الحبس كي تجي مدام مدام فاطمه المسدي ما انا مع مع احترامي ليك او غيره يتعاقب مع احترامي ليك مدام انا نشاط المراد وكانك تبحث على تحير اسمك في قضيه في قضيه ما تعنيش سامحني راني انا القضيه هذه تهم كل التوانسه لا تهمك انت احنا هنيناها دره وان شاء الله ربي يهنيها ومبروك عليها الحاله نتاع دره موجوده في هي مش حالة مش حالة هي إذا كان معناتها الحقيقة إذا كان أنا بالنسبة لي هاني عود إذا كان هي رجل مطلق أنا بالنسبة لي أعتذر منها وهذا معناها لا شك فيه إذا كان ثبت أنها ليست نصب في روحك قاضية مدام أنت هذيك حاجة نصب في روحك قاضية وتعطي في الصفات نتاع جهاد نكاح وزينات نعرفوا سامحنا احنا حياتك الشخصية احنا نعرفوا حياتك الشخصية باش ندخلوا فيها هذه تهم الدولة عندنا الحق ندخلوا في حياتك الشخصيه احنا مدام باش نعطيو عليك حكم تعمل ولا ما تعملش حياه شخصيه مدام يهديك شكرا لك شكرا لك مدام شكرا لك فريمون فهمنا الطبقه السياسيه وين هزتنا وين كانت هزتنا حاجه تثير الاشمئزاز تدخل من كانت نائبه في مجلس نواب للشعب داعي الدفاع عن الحريه كي ما تحشمش نجم تقول الكلام اللي هذايا وتشبه امراه محصنه معرسه اليوم بجهاد النكاح ولا الزنا ميسي انكرويابل معناها قلة التربية وين تنجم توصل في الاكستريميزم معناها خاطر انا عندي فكر اللي يزيني ندافع عليه نجم نسبك نجم ردك خاين نجم رد نعمل لك ومصر خاصة في موضوع حوسمة في تونس
منذ الخمسين باش تدعي البطولة وفيت الحكاية ذي وفيت شنيو نجي وندافع ونقول وإحنا ضد تعدد الدجاج إحنا أصلا التوانسة تعرف إحنا النساء التونسيات وقت نمشيو في مؤتمرات عربية يبدأوا كلهم يناقشوا فينا نقول لهم احنا رانا الموضوع هذا تجاوزناه منذ عشرات السنين ما عادش نحكيه على تعدد الزوجات اصلا. والله انا كنت نخير من السيده النائبه السابقه مدام فاطمه لو حكيت على المراه في حاجات اخرى خاطر وليت هذه ياسر كونسومي هذه تعدد الزوجات وحريه المراه فدينا احكي على المراه اللي تغتصب احكي على الفلاحه احكي على البنيه الصغيره اللي قاعده تخدم وهي نورمال ما تكون في المكتب يعني حكايه ان ديتاي ما يهمش التوانسه. قلت انت زياد حي في اسمك الراف انا باش استدعاك تو على كريب ونبرد لك درنك وخلينا نروح خلينا نروح. كانت هذه حلقتنا لليوم مراد مستارغ ملي كان يقول لي المراه معناها يعرفها وكذا حاجه تثير الاشياء اما ليه هو باش تو الدره كذبت وما مقبليك تقول لي الناطقه الرسميه كذب هي كذب يا اخي شو تحبوا اكثر فرضا يا سيدي ما كذبت لحظه فرضا لا لا مثالك انك تتهم داعش وزنا وتهم ليس اتهام بالباطل تو تقارنوا بجهاد نيكا يلا كانت هذه حلقتنا اليوم شكرا لك مراد شكرا لك سونيا مرسي ناصر زياد السندريلا خليل كان في الاخراج سيرين نقسنتيني في الاعداد مرسي بوكو قسم الديجيتال تبع وجهها في المدام وجهها كل يوم ناخذوا لها درج وجهها اخر حلقه باش مدولها الماتينال نهار الجمعه تعملها هي باش ترجع دقائق اللي فكيناهم لملتقانا غدوه ان شاء الله غدوه نعرف ان شاء الله نتائج الانتخابات.